بادئ ذي بدء نبارك لنادي الوحدات رئيسا وإدارة وإداريين ومدربين ولاعبين وجماهير، جماهير وفية في حبها، صادقة في ولائها، مخلصة في انتمائها. حسم الدوري قبل نهايته بأربعة أسابيع دون الحاجة إلى أي نقطة من مبارياته المتبقية. فوز الوحدات باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه جاء عن جدارة واستحقاق وبنتائج باهرة ملفتة للأنظار وبعروض أخاذة نالت الاحترام والتقدير. نبارك لجماهيره القادمة من كل صوب وحد والتي شجعت بحرارة وتابعت بكل أمانة الفريق في السراء والضراء، واستحقت تلك الجماهير أن تكون هي الفائزة باللقب، فقد كانت اللاعب الثاني عشر والثالث عشر وحتى التاسع عشر. لقد تمنت تلك الجماهير وغنت للأردن وللنادي الذي تعتز بالانتماء إليه والولاء والإخلاص للكرة الأردنية التي يفتخر ويعتز أن يلعب تحت لوائها، مقدما جل عناصره وأفضل نجومه لصفوف المنتخب الوطني منتخب النشأة.